ونشوف مع حضراتكم من خلال فقرة الصحافة مراسلتنا مريم سميح مراسلة قناة الأهلي عندها إيه من الأخبار، وبطبيعة الحال أكيد هيكون عندها كتير من العناوين المتعلقة بمباراة العار بالأمس. يا مريم صباح الفل عليكي، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ يا صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بصبح عليك يا كريم انت ونهوان، صباحكم خير وفل. يلا انا مش هسألك كتير، احنا ندخل في الموضوع مباشرة وقول لنا الأخبار الموجودة عندك، اتفضلي. تمام، من هنا من موقع جريدة الشروق احنا عندنا عدة اخبار على طبعا الصعيد المحلي وتحديدا العالمي طبعا، والعالمي كان يعني لا صوت يعلو فوق صوت خسارة برشلونة امام بايرن ميونخ 8-2. بس خلينا في البداية نبدأ باخبار الاهلي من موقع اليوم السابع. الاهلي بيدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة اسوان. طبعا النهاردة هيدخل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي معسكر مغلق استعدادا لمباراة أسوان اللي هتقام غدا الاثنين الساعة 8 مساء. وطبعا المعسكر ده استعدادا علشان يكون فيه فوز كبير إن شاء الله بكرة، ونتغاضى عن التعادل اللي حصل مع فريق الإنتاج الحربي قبل المباراة. كمان يعني حصل مسحات طبية للفريق وكمان للجهاز الفني أمس، وده طبعا بيأتي ضمن البروتوكول اللي يعني وضعته وزارة الشباب والرياضة، أنه يكون في مساحات طبية لجميع المشاركين في المباريات الرسمية ضمن الدوري الممتاز. وكمان ضمن اخبار الاهلي من موقع سوبر كوره، زي النهارده الاهلي بطلا لكاس مصر بهدف محمد رمضان في اسوان. زي النهارده بالظبط 16 اغسطس عام 1991 يعني توج النادي الاهلي بكاس مصر على حساب فريق اسوان بهدف دون رد، يعني احرزه محمد رمضان في الدقيقه السادسه براسه في الشوط الاول. وتوج كمان محمد رمضان يعتبر بهداف المسابقة في هذا العام برصيد 4 أهداف. وعلى الصعيد المحلي من موقع اليوم السابع، الحكام بتطالب بزيادة عدد كاميرات الفار في الملاعب. طبعا طالب عدد كبير من حكام الدوري الممتاز من اللجنة الرئيسية بقيادة وجيه أحمد أنه يتم يعني زيادة عدد الكاميرات في الملاعب، لأن في يعتبر في بعض الملاعب بتكتفي بس ب6 كاميرات، وده طبعا بيصعب يعني تقنية الفار، لأن الفار بيحتاج أنه هو يكون في كاميرات اكتر من كده. وطالب كمان الحكام في المطالبه دي من اتحاد الكوره ان يكون عدد الكاميرات زياده، علشان ساعات حكام الفار او المسؤولين عن تقنيه الفار ما بيقدروش ان هم يكتشفوا او يشوفوا النتيجه بشكل سريع، وكمان ما بتكونش دقيقه يعني بنسبه 100%. طبعا يعني اللجنه وعدت الحكام بان هي هتدرس الموضوع ده خلال الايام المقبله علشان تزود عدد الكاميرات داخل بعض الملاعب اللي ما فيهاش غير 6 كاميرات فقط أو أقل. طبعا الشق الأساسي عندنا النهاردة وخلال يعني 48 ساعة الماضية كان على الصعيد العالمي كانت خسارة برشلونة الكبيرة جدا، واللي وصفتها أغلب الصحف العالمية بخسارة مهينة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2. فمن موقع ماركا كان يعني العنوان الأبرز داخل برشلونة اللوم على الجميع في أكبر خسارة في العصر الحديث. طبعا يعني الموقع استنادا للأدلة الحديثة لم تكن الهزيمة دي اللي هي حصلت لبرشلونة 8-2 أمام بايرن ميونخ مفاجأة حقيقية، لأن طبعا الفريق بيعاني خلال السنوات الماضية من مشاكل كتيرة جدا. يمكن الفريق الكتالوني شايف يعني الموقع شايف أن كان في خسائر مهينة في أوروبا السنوات الماضية، بداية من ليفربول وروما وتورين وباريس كمان. يمكن الموقع أكد أن المسؤولين
هي بتقع على عاتق الجميع، بس في المقام الأول يعني الرئيس والجهاز الفني واللاعبين، وأول شخص بيقع عليه اللوم هو كيكي سيتيان طبعا المدير الفني للفريق، لأنه ما كانش قادر إن هو يفوز على بايرن ميونخ، وكمان يمكن أساليبه ببساطة ما نجحتش في إن هو يحقق حتى فوز، يمكن ما كانش يخرج بالنتيجة المهينة دي، مما أدى طبعا كمان لضياع الدوري منه. ومن موقع موندو ديبورتيفو برضو كان العنوان الأبرز بخصوص الخسارة الخاصة ببرشلونة، برشلونة لا يستحق المغفرة. يمكن ده كان موقع يعني أو عنوان مثير للجدل، لأن الموقع أكد أن برشلونة تلقى يعني خسارة هي الأكثر إذلالا في تاريخه خلال السنوات الماضية على يد بايرن ميونخ، اللي طبعا يعني أظهر قوته من خلال 8 أهداف على برشلونة. كمان أضافت الصحيفة إن الهزيمة دي هتبقى هي حلقة جديدة من مسلسل درامي بدأ برضو منذ سنوات يعني أمام روما وليفربول الموسم الماضي. وصف الموقع كمان إن اليوم 14 من أغسطس يعني هيكون يوم وتاريخ ملعون في تاريخ صفوف فريق برشلونة، يمكن الذاكرة كمان عمرها ما هتنسى الخسارة الكبيرة دي، لأن الفريق وصفته الصحيفة طبعا ان هو اصيب بالشلل خلال هذه المباراة، الشلل التام، وان الاوان كمان الصحيفة اضافت انه ان الاوان انه يتم التعاقد مع مدرب شجاع قادر ان هو ياخد برشلونة يعني خارج صفوف او خارج كل اللي حصل خلال السنوات الماضية من خسارة وتراجع في صفوف الفريق. يمكن كانت دي ابرز الاخبار المحلية والعالمية وتحديدا كمان اخبار الاهلي من موقع جريدة الشروق. عودة لكم مرة أخرى في الاستوديو.